اطلع اجيب ملف من العربية. طب ما اجيبه بكرة الصبح، مش هيجرى حاجة يعني. معلش لازم ابص فيه بس قبل ما انام. طب ما تخلي نوال تجيبه لك من العربية. مش هتعرف يا ماما، انا لازم اجيبه بنفسي. ليه ريح؟ جوزك الشغل واكل دماغه. عادي يا ماما، لو الشغل ما اكلش عقله ما يبقاش عمره يعني. ايوه شاين، تبعتي لي رساله بتقولي لي كلمني ضروري، في حاجه؟ ايوه في. امجد فضل يكلمني كتير قوي، ولما ما ردتش عليه جه لحد البيت واقف بره عايز يدخل، مش عارفه اعمل ايه. اكيد مش هطلع قبله يعني. اه طبعا ما ينفعش تفتحي له، بس امجد صعبان عليا قوي لانه ملوش ذنب في كل اللي بيحصل ده. انا عارفه انه ملوش ذنب، بس مش لدرجه يعني ان يجي لحد البيت وعايز يدخل، لا كده كتير قوي. عمال يكلمني على الويتنج. معقول انا من دلوقتي؟ فين الزفت اللي اسمها فيني؟ الحمد لله ماشي. على فكرة احنا ما ينفعش نسيبه كده، لازم نفكر ازاي. ايوه حبيبتي، لقيت الملف؟ انا بدور عليه اهو مش لاقيه. الظاهر ان انا نسيته في الشركة. خلاص بقى بدور بعدين، يلا نشوف بقية الفيلم. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.